مقتضيات المادة 13 القانون التنظيمي 114-13 يعني تم انتخابي رئيس لجامعات وجدة. هذه الانتخابات اللي تميزت بواحد التنظيم محكم، كانت واحد السلاسة في الانتخابات، كانت واحد الأجواء جد حسنة داخل القاعة. يعني تم على التوالي يعني انتخاب الرئيس، كانوا جوج تاع المترشحين لهذا المنصب، منصب اللي يهم الائتلاف اللي يجمع ما بين التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، واللي هذا الائتلاف يعني من خلال المشاورات ديالنا لتكوين المجلس توسع ليشمل أحزاب أخرى، بحيث أصبحت عندنا واحد الأغلبية اللي تتعدى 45 مقعد داخل الجماعة. والهدف كل شيء من هذا الشيء باش تكون هناك واحد الأغلبية مريحة حتى نتمكنوا باش يكون عندنا واحد السير عادي داخل المجلس. كيف ما لاحظتوا مدينة تاع وجدة عانات بواحد البلوكاج اللي دام سنين، واللي كان عنده واحد الأثر سلبي على الساكنة وعلى يعني الخدمات اللي تقدم للساكنة. احنا ان شاء الله نوعدوا باللي غادي نمشيو في الطريق الصحيح بهذا الائتلاف هذا حتى نتمكن باش يعني ننهضوا بهذه المدينة، والمواطن تاع مدينة وجدة ان شاء الله يحس باللي كان واحد المجلس بجانبه واللي راه يسمع له واللي راه ينصت له. كنشكركم على التغطيه ديالكم طيله مرحله هذا الحمله الانتخابيه اللي دازت بها المدينه ديال وجده، والمواكبه ديالكم. الاجواء ديال التحالف فاتت في واحد الجو مليح، دروك جا الوقت اللي خصنا ننساو الاختلافات السياسيه، ننساو الاختلافات كيف ما كان نوعها، ونركزوا بالاخص على المصلحه ديال المدينه ديال وجده. هي اللي خصها تكون الحافز بالنسبه لكل هاد المنتخبين هادو اللي اليوم داروا هذا المجلس باش يخدموا وان شاء الله يمشيوا بهاد المدينه لقدام هذه، ونخرجوا من هذا البلوكاج، ونخرجوا من داك الجو ديال التشاحن ان شاء الله، ونخدموا في واحد الجو اللي يكون هو ان شاء الله واحد الجو ديال التعاون والتكامل، وكل واحد اللي عنده شي اضافه جديده واللي عنده افكار جديده واللي عنده باش يعاون بهذه المدينه مرحبا به، وان شاء الله يكون الخير القدام بالنسبه لهذه المدينه هذه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم.